علاقتك بوالدك خلت علاقتك بالرجالة متوترة؟ مش عارف I'm sorry. أنا آسفة، مش قصدي إن أنا أفتح موضوع قديم، بس أنا ما كنتش أعرف إن ما أثر فيكي بالشكل ده. طبيعي. حاسة إن الموضوع فعلا أثر على علاقتك واستقرارك؟ بصي، وجود الأب طبعا مهم، يعني أنا افتقدت بابا كتير طبعا.